معنا العراف الروحاني نقاروس اللي معناتها اتكهن تقريبا بكل شيء خلال السنوات الفارطة. استدعيناه المرة ذي أو هو استدعانا في البيت متاعه باش نشوفوا تكهناته لسنة 2020. سي نقاروس مرحبا بك. مرحبا بك. اش معناها تقريب اللي تكهن به صحيح؟ انا كل شيء راني نتكهن به صحيح، بعمري اللي جبتها لبرا العام اللي يدخل يتكهنيه تقول كل شيء صحيح. انا العركه بتاع كلاي وبيا انا قلت عليها تو مده 9 شهور بتاعي باهي ولا كهنت بها. اي تكهنت بها. نعرفوك نعرفوك عراف وقدير ما شاء الله عليك، وتكهنت برشا اشياء صارت وحصلت وهذا موثق ومسجل، وانت معناتها بصفتك مختص خاصة في المصايب، معناتها تتكهن ياسر بالمصايب. صح، اولا حابين نفهم شنو الاختصاص نتاعك هذا، انت مختص في التكهن بالمصايب هكا؟ والله الحق انا صحيح راهو اختصاص نتاعي باش يكون معاك واضح في المصايب. انا راي الاختصاصي مطلوب، انا علاش اختصيت في المصايب؟ ثم الشغل كل واحد شي تبع. انا قريت على الاختصاص هذا انت؟ اي قريت الاختصاص هذا وبعد تخمام قعدت اخمم مده به قررت باش نستقر في تونس بلاد المصايب. قريتها لبرا معناتها الاختصاص؟ اي قريت به في افريقيا قريت وكذا، والناس تصحولي راهو ما توجهت وحش قالوا لي يلزمك انت تقضي نتاع المصائب. استقريت في تونس؟ اي علاش استقريت في تونس؟ والله استقريت في تونس اللي عندنا عامل المصايب هنا برشا. هني راهو في تونس ترتاح من مصيبه تجيك مصيبه. يا لطيف. هذاك علاش استقريت في تونس. يعني ما ثماش معناتها ما تنجمش تكان بحوايج هكا تفرح، ثماش معناتها ثماش حوايج اخرى هكا كان المصايب في تونس؟ واش باش نكذب عليه؟ شو تكهن ترى؟ ترى خويا في تونس كل هاك شوف كلها بلاد مصايب، هاك شوف انت رسول الله من مصيبه لمصيبه في تونس، ترى رسول الله حتى الحاجه اللي نقولوا عليها نعمه وخير يولي مصيب بعدش من زيتون هاي صاب ولاش مصيبه تو ما ثم الجماعه القمح القمح مصيبه هو لا مش مصيبه لكن ها هز المية ولا مصيبه حاجه تبرر عنده كل شيء في البلاد هذه حتى الحوايج تفرح ولا ولد انه مصيبه. هذاك هو هذاك هو هذا توك الناس كل لك ولد العرافين كلهم تجي للمصايب تاش قضيت المصايب مصيبه تفتح تفتح معناتها الاختصاص بالذات كان المصايب والله مطلوب تو مطلوب الاختصاص مصايب تو مطلوب. معناتها انت تو باش تتكهن معناتها بالتراب بالواحد شنو عندك بالضبط؟ والله اللي نشوفه مش نكذب عليك نشوف بالرمله وني مش نكذب عليك اني حتى عندي الجنيه نتعامل معاها ما تجيبها بالضبط كان في المصايب. يا لطيف. كان في المصايب تجيبها لك بالضبط وهذاك علاش انا قررت باش نشد في المصايب. يعني معناتها انت اختصيت في المصايب وكما قلت من المضحكات مبكيات انه معناتها حتى الاشياء اللي تفرح في تونس كما قلت الصابه والنعمه والخيرات ولو مصايب عندنا زعما مناش انت معناتها شنو مناش؟ مناش الخيرات بتاعنا ونضطر تصب القمح والواحد ولو مصايب مناش زعما؟ يا ولدي على خاطر من المصايب اللي شادين الكراسي، المصايب اللي عندنا، انا قريت اختصت في علم المصائب. اي ما ثماش حاجه تفرح شو هكا ولا حاجه ما تنجمش تتصرف لنا حتى نبدو بخبير يفرح. بس شوي امشي شوف امشي. بري 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 تو بري بري عاد بري بسم الله الرحمن الرحيم انت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بري 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 بسم الله. انا سالت قلت لك ثماش اخبار يفرح ما فهمتكش فاش تعملت ان شاء الله. انا حكيت مع الجنيه نتاعي انا مشيت تشوف الموضوع غادي باش تحكي هي والجنيه نتاع الغنوشي وترجع تجيب لي الخبر الصحيح ان شاء الله. الجنيه نتاع الغنوشي اي باش تحكي هي والجنيه نتاع الغنوشي باهي. لو تعطينا مثلا هكا سنة 2020 رؤية شاملة شنو تعطي عنوانك لسنة 2020؟ بالنسبة لسنة 2020 باش يكون شعارها باش نخرجوا من عام الشر. هي هاو خبير يفرح معناتها باش نخرجوا من عام الشر وندخلوا ل بالضبط عام الشمنطر. عام الشمنطر اي الشر باش نخرجوا منه. هذا مأكد وريت هني قرب ريت هني الحجرتين هذاما هذا العام تاع 2019 هذا يشوف هني عام الشمنطر الشر والشمنطر معناها اي الشمنطر هاو هذاك كيفاش هذا هذاك كيفاش هكا الحجر كيف عامل هكا وماشي قدام الشمنطر وماشي يزيد على قدام
هي معناتها باش نخرجوا من الشر وندخلوا في الشمنطر. ندخلوا في الشمنطر. وضح لنا شنو هو الشمنطر بالضبط؟ الشر والشمنطر نسمع بها، الشمنطر شنو؟ الشمنطر أكثر درجة من الشر. الشر معروف. أي. لكن الشمنطر أكثر. الشمنطر. وضح لنا بالضبط شنو هو الشمنطر. لا 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 لا، عاد ما عادش نجم نزيد نوضح حتى شيء. أعطينا الشمنطر بالضبط شنو هو؟ يا ولدي ما عادش نزيد حتى كلمة في الموضوع هذا، ما عاد نزيد حتى شيء. هاو الداخل تو تشوفوه الشمنطر. تو تشوفوه. باهي، معناتها بعد الشر باش ندخلوا في الشمنطر. أيه. باهي، أعطينا زاد شنو هو التري أنت أهم الأحداث اللي تشوفها في سنة 2020 بالضبط. باهي، في 2020 عندك بشوي. ثم عرك. شنو هو؟ عرك. ريت الحفرة هذي. معناتها ثم عرك. عركة كبيرة زاد. عركة كبيرة؟ أيه. عركة بين بيا. بيا زاد. زاد. أيه باش تعمل عركة أخرى. باش يغلطوا مع شكون؟ هي وكلايد. لا مش هي وكلايد. ماهيش هي وكلايد. ما يغلطوكمش. أيوا. ريتها من هنية. عركة بين بيا الزردي وشمس الدين باشا. عركة. أي هنية عركة. هذه في 2020. أيه أيه 2020. بيا الزردي وشمس الدين. أيه. عند أيوة أيوة عندك زادة في نص العام تصير عركة كبيرة أخرى، ثم عركة أخرى، عركة هنا بين الدبير وبين قمرة، بين الدبير أنا واضحة ريتها، عركة بين الدبير وبين بن قمرة. فوزي بن قمرة. فوزي بن قمرة، العركة الأولى بين بيا الزردي وشمس الدين باشا، والعركة الثانية بين الدبير وفوزي بن قمرة. الفينال مش يطيح بين الدبير وشمس الدين باشا. يشتحوا في نار. مش يشتحوا في نار. مش اي وهو موجود هنا القنوات التلفزيونية كل مش تعدي. مش تعدي العركة. مش تعدي العركة ومش تعاركوا عركة كبيرة ومش يسبوا بعضهم ومش يزيدوا يسبوا الجد متاعنا مش يسبوه وهنا بتظل اي هذا الشعب بتظل يتفرج وشيخ يضحك هذا كل شيء موجود. مش يسبونا. اي ومش يسبوا جد بونا زاد. جد بوك معناتها. لا بونا الناس كليك. مش يسبونا الناس كليك ويسبوا جد بونا الناس كليك وهنا ظلنا نلحقوا في التلافز. في التلافز ايه في التلافز. مو الناس تضحك من شانين. تضحك هاي الناس تضحك ريتها هاي الناس تضحك هاي الناس تضحك ريتها. اختارنا تو من العرك ومن المشاكل هذيا اعطينا ملف الارهاب. والوردانيين وشوشو فين ماشي يوصل الملف هذا. بالنسبة للارهاب راهو الحكاية الفارغة هذه شوشو الكل حكاية فارغة. الحكاية راهي بتاع الوردانيين وبتاع شوشو وبتاع الإرهاب كلها راهي مش تطلع كاميرا خفية. إييييه ونزيد جداد هون بتاع رؤوف كوك والناس وكل الشعب كل متظلة يحكي شيخ بالضحك. صار مش تطلع كاميرا كاشية. كاميرا كاشية والناس كل متشيخ عليها والناس كل مش تشبع ضحك. الناس كل راهي مش تضحك ومش تشبع ضحك. وهون شوشو باش يتعين قنصل في الخارج وباش يروح فرحانا مسرورا والناس كل تضحك. صار معناتها باش تظهر حكايه فارغه. شوف الحكايه. باهي على الصعيد السياسي شنو هو تكهناتك انت على الصعيد السياسي؟ بالنسبه على الصعيد السياسي انا قاعد نشوف هني اللي قيس سعيد مش يكمل في حمله عنقني. حمله عنقني. عنقني. ان شاء الله ان شاء الله الاحتياطيات اللي عندي ليه مش يوصل يعنق اشتر الشعب التونسي. ايه باش ونشوف هني حتى في قيس سعيد بيشتغل باش يتخلى على العربي الفصحى مش ينطقوه مش يولي بالدارجه. شو اللي يتكلم بالدارجه؟ شو اللي يكلم بالدارجه؟ مش ينطقوه معناتها. مش ينطقوه. مش ينطقوه معناتها. اي مش ينطقوه حتى الصلاة مش يبطلها. مش يبطل الصلاة. اي مش يهتم الا اللطف. عندك هنا هذا السيد رئيس الحكومة الجم هاو قاعدين هنا يخضر لهنا ريتها. اي شكل الحكومة صحيح. هذا مازال يشكل في الحكومة. ل 2021 وهو مازال يشكل في الحكومة. مازال يشكل. مازال يشكل في الحكومة. يا رسول الله. واضح الحكايه. حتى 2021 هذا مازال 2021 وسيدي الحبيب الجبلي مازال يشكي في الحكومه ان شاء الله كان مازلنا حيين راس العام تاع قبل راس العام تاع 2021 ان شاء الله نعطيكم معطيات صحيحه تاع الحكومه الجديده. شو تشوف اخر؟ شوف اخر عندك هنية زاد ثم عركه كبيره. عركه اخرى هذه؟ اي عركه كبيره. فين العركه؟ العركه هذه في البرلمان. في البرلمان في البرلمان العركه الكبيره في البرلمان مش تاكل بعضها عندك هنا بين شكون وشكون واضح صحيح صحيح عندك عبير موسى عبير موسى مش عبير موسى مش تسك الشيخ راشد الغنوشي بكرسي
ومتدخلة للعناية المركزة 15 يوم. عبير موسي باش تضرب الشيخ بكرسي. اي توقفتي. وهنا ماهوش باش يعمل حتى شيء، ما نغرتوش. باش يوقفها ولا؟ ماهوش باش يوقفها، باش تايبوها وماش يعمل حتى شيء. ايوه. باش ترفع به قضية اللي هو حاول يعتدي عليه. اش فما زاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اي بدي حقرة في البرلمان. زاد؟ اي. اش فما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شيلقوا مولود ميت في البرلمان. مولود؟ اي. مولود جديد؟ مولود جديد ميت في البرلمان. فصل البرلمان؟ فصل البرلمان من علاقة غير شرعية. فيها بين زوج ائتلافات. يا لطيف يا لطيف. والنهضة هنا النهضة تحب تلبسها لصافي سعيد. في العلاقة ذي؟ اي اي اي. يا لطيف. معناتها كلها مشاكل وفضايح البرلمان. شوف لنا حاجة على الفساد، تماش حاجة خبير بها على مكافحة الفساد. مكافحة الفساد بشوي. فين ما شوص الملف؟ ايوه مكافحة الفساد عندك شوق الطبيب، مش يطلع ماهوش طبيب، مش يطلع فرملي، مدلس. كيفاش يطلع فرملي؟ مش يطلع فرملي، مش طبيب، عامل تدليس. منتحل معناتها سيفة. منتحل سيفة. وباش يعمل كيما هكا يلمد الفلوس وكليكا ويفتع بهم. فلوس شنو؟ فلوس الشعب نتاع الفساد الكل، فلوس الفساد الكل مش يلمد ويهزها ويهرب. يا رسول الله. وهنا نخزر في قيس سعيد باش يعمل اجتماع طارئ. قيس سعيد تخطر له باش يعمل اجتماع طارئ بالامن الكل. وباش يمكن ايش باش يقرر؟ باش يقرر يعنقهم واحد واحد. باش يعنقهم؟ واحد واحد. باهي وشكون باش ياخذ بلاصة شوقي الطبيب ولا شوقي الفرملي؟ والله يعني في مكافحة الفساد. هنا مش يتحط في بلاصته. ايوه. اي مش شدوا في بلاصته. مش حطوا في بلاصته طوبال. طوبال؟ طوبال. ومعاها والله هنا قاعد نشوف الشيخ باش يحط طوبال. طوبال؟ اي ومهدي بن غربي باش يقضوا على الفساد. اي طرف فساد ما عادش مش خلاه. مش ياخذوا عليه ضربة واحدة الفساد. ما أنا مش تنجحوا. مش ينجحوا زادا نجاح باهر في 2020 بالغربية وطوبال باش يقضوا على الفساد. ما عادش حتى للنوط نقولوا كانك العام فساد. كانك العام فاسد. باهي على الصعيد الاقتصادي والصعيد الفلاحة شوف لنا ذماش حوايجها. شو هو ماش يصير؟ والله يعني على المستوى الفلاحي أنا هنا مبشر وزارة الفلاحة. أنا قاعد نشوف هنا اللي مش هي عام جفاف 2020 عام جفاف، وهذه بشرة لوزارة الفلاحة وللشعب التونسي. كيفاش تبشر فينا بالجفاف؟ بشرة للشعب التونسي هذه. هاكا معناتها تبشر فينا بالجفاف؟ كيفاش جفاف وتبشر بالشعب بالجفاف هاكا؟ يا أخي كي جاتكم صابة إيش عملتوا بها؟ إيش عملتوا بها كي جاتكم صابة يا رسول الله؟ يا أخي مضطر تصب وفي الآخر قلتوا المية ما ثمش. القمح مطيش اللي نهز المية وهزيت الوديان القمح الزيتون خيرات وما لقيتوش جماعه وما لقيتوش جماعه. هالمشاكل مش تعملها لوزاره الفلاحه. ما هو هكاك كما جاتي خير ظل خير وزاره الفلاحه ترتاح. هني راني قلت لك راهو عام مش منطر هذا راهو شبيك ما تفهمش. والله يا رايك تسمع معناتها كما قلت معناتها القمح مطيش ومش زدنا استوردنا احنا قمح. باهي شوف لنا معناتها طمنا على الاقل على الشهريات. ما ثماش شهريات للشعب. والله شهريات انا طمنا. والله عام مش منطر هذا بابا. عام صبروا برا. انا قاعد اشوف طوف اللانتريتيه كل شادين البوسطه. ثم شهريات ولا ثماش؟ طمنا. الشهريات كل شهريه مش اسمها 5 انتريتيه. كيفاش هذي؟ دوله مش تشرب شهريه اسمها 5 منيات. عم يتعاركوا طوا عليها. شو شهريه في؟ في 5. يا رسول الله ما عاد ثم حتى شيء خباير يفرهد التوانسه شويه يفرحهم شويه ثم شيء. النهضه اش باش تعمل؟ ما هي وعدت الشعب ووعدته شويه. الجنيه جت تو تدور مع تاع الشيخ. مع جنيه الشيخ. الجنيه ما مشات تاع الشيخ اللي بعثناها لجنيه الشيخ. سيرة الاشبيه. شوف هالطرح. ها. هي.
شبه الفلوس. الفلوس شبه الفلوس. شبه تنسى خلاص الجنية بتمخوش. لا نسأل فيك شبه. ولا نسأل في الجنية بشوي. شبه الفلوس خلاص الجنية متاع الغنوش. شبه الفلوس. فلوس كتبت فيها البركة. الفلوس مش يبارك فيها ربي الفلوس. بتولي كلها بركة. فلوس مش يبارك فيها ربي. كيفاش ما فهمتش وضح لنا. بشوي. شبه الفلوس الفلوس بها. تحكي معانا اختانا من الجنية. فلوس فلوس الجنية هي شبه ايش قالت لك هي. ها؟ تعرفت فلوس. الفلوس مش يزيد فيها البركة. هي هي. الغنوش مش ياخذ قرار تاريخي. باش تولي تصويرت على ابو 20 وابو 50. باش يبارك فيها الفلوس. هي الفلوس يبارك فيها. تصويرت الغنوشي. تصويرت الغنوشي في 2020 بتولي على الفلوس. مش يبارك فيها ربي. الفلوس الفلوس كان فيها الخيرات. بركاتك يا شيخ. بركاتك فيها البركة. بركاتك يا شيخ بركاتك. بركاتك يا شيخ بركاتك يا شيخ بركاتك يا شيخ بركاتك يا شيخ بركاتك شنو النهضة شنو النهضة شنو النهضة شنو النهضة شدتني الطبيب او الفرملي في مكافحة الفساد والله انا قاعد نشوف هنا الشيخ باش يحط هز راسك عند تقولش مركز على الرمل باش نشوف واحد اثنين لا بالفحش لا مش تخرج منها بالشعر بالعجين وتتهمه اللي هو حاب يتحرك. هي ما تمشي بفيش. عندي مطول المطول الابيض اليوم. شو اسمه؟ باهي شوف لنا حاجة. باهي وشكون مش ياخذ راسه؟ شو يصير؟ شكون يا شو واصل قيس سعيد يا عم؟ اي عادي جد بوك جد بوك معناتها